شفت المنتخب ازاي؟ تقييمك للمرحلة او للرحلة دي كلها كانت عاملة ازاي؟ لا طبعا شفت المنتخب في احسن صورة ليه، في احسن اداء. المنتخب كده كده انا شايفه من كاس العالم اللي كان في مصر، لولا بس الظروف بتاعت ماتش الدنمارك. لكن المنتخب ماشي بخطة ثابتة بقاله فترة. فطبعا يعني كنا نتمنى ان المنتخب يكلل المجهود والتعب والمعسكرات والاداء المميز الفتره اللي فاتت بميداليا، لكن في الاول وفي الاخر قدر الله ما شاء فعل. لعيبه فعلا وصلت لمرحله نضج في الهاندبول على مستوى العالم، مرحله غير طبيعيه. المحترفين مع اللي موجودين في مصر، مع طبعا المدير الفني وبصمته على الفرقه، فطبعا يعني عارف حضرتك المنظومه ناجحه بامتياز. طب خلينا نقول انه برضو الناس اتعشمت، لان البدايه كانت قويه جدا، خدت مركز تاني في مجموعه ما هياش سهله قوي معاك الدنمارك والسويد. بس ليه ابتديت بدايه قويه وبعدين في الاخر ختمت بخسارتين؟ انا اقول لحضرتك حاجه، نظام الاولمبياد بيختلف عن نظام كاس العالم. نظام كاس العالم انت بتطلع ب 18 لعيب، نظام الاولمبياد 14 لعيب. اوكي، 14 لعيب دول انت فيهم اتنين حراس مرمى، فانت معاك 12 لعيب. 12 لعيب ان هم يلعبوا 7 8 مباريات بالمستوى العالي جداً، بالمستوى العالي البدني والضغط النفسي والعصبي وكل ده، اعتقد ان ده لود شويه على اللعيبه، لود بدني، لود نفسي، لود عصبي. فجينا في الاخر شفنا، احنا شفنا مثلا اللعيبه في بدايه البطوله تركيزها في التصويب، تركيزها في اداء جوه الملعب عالي جدا. جينا في الاخر هي اللعيبه ابتدت تضيع كتير، ابتدت يبقى تركيزها يقل، لان المجهود البدني كان اللود بتاعه عالي. عشان كده لما بنقول الاربع لعيبه اللي هم الاوفر بقى بتوع كاس العالم دول بيبقوا رئه ثانيه للفرقه، تقدر تتنفس منها اثناء البطوله. لكن هو ده نظام الاولمبياد. وطبعا يعني في الاول وفي الاخر هم ادوا بشكل مميز. اللعب في الاولمبياد مختلف عن اللعب في كاس العالم ولا بالنسبه لك الاحساس واحد؟ يعني فكره البطوله الكبيره هي لا، اللعب في الاولمبياد بيختلف عن كاس العالم. اقول لحضرتك حاجه، الاولمبياد عموما بتبقى اقل فنيا من كاس العالم. والله الاولمبياد على طول بتتلعب في بدايه موسم، في بدايه سيزون. ماشي. بدايه سيزون دي يعني اللعيبه الدوليين اللي في المنتخبات بيبقوا لسه مقفلين موسم، فبيبقوا في فترات الراحه، بيبتدي فتره الراحه بتقل، فبيستعجل عليه المنتخبات عشان يلعب الاولمبياد. عكس بطوله كاس العالم انت بتلعبها في نص الموسم، فبتبقى اللعيبه كلها في التوب فورم في الاداء. فبتلاقي بطوله العالم هي اقوى، هي اصعب شويه. في الاولمبياد ممكن تلاقي فرق يعني بعيده شويه ممكن تقرب. أيوة. ممكن تعمل مفاجاه وكلام من ده. لكن الكاس العالم البطوله بتبقى اقوى، لان كل الفرق بتبقى معده كويس، وبتبقى اللعيبه كلها في حاله التوب فورم. احنا شايفين النهارده كل اللعيبه اللي لعبت في المنتخبات لسه ما ابتدتش الدوريات المواسم بتاعتها. صح. فاللعيبه ديت يعني هنعتبر دلوقتي ان دي كانت فتره، يا فتره اجازه يا فتره اعداد. فانت اكيد مش هتبقى في التوب فورم في الوقت ده، مش زي خالص لما تبقى في نص الموسم او في اخر الموسم، باستثناء منتخب مصر، لان منتخب مصر هو بيتعدي كنادي. مش بيتعدي كمنتخب من ضمن. ازاي يعني ايه بيتعدي كنادي؟ يعني ايه بيتعدي كنادي؟ منتخب مصر هو احنا بنتعدي من 3 شهور مقفول علينا. المجموعه اللي هي موجوده جوه مصر، الدوري اتوقف عشان خاطر المنتخب. اللعيبه دي قعدت 3 شهور او 3 شهور وشويه معسكرات في محافظات داخل مصر، مقفول عليهم، بيشتغلوا بال 20 21 يوم، بينزلوا اجازه 3 4 ايام، بيرجعوا تاني يردوا لنفس المعسكر. ده مش موجود بره. صح. لان بره كل الفرق اللي هي A بلس او في مستوى العالي كلهم لعيبه محترفين، فالانديه ما بتسيبهمش غير بعد نهايه الموسم. فهتلاقي اللعيب ده اشتغل مع المنتخب من 15 ل 21 يوم، يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع قبل البطوله الفريق ابتدى يتجمع. ماشي. لان هو الجزء البدني عنده موجود، فبيبتدي يشتغل الجزء الفني. لكن منتخب مصر بتعدي يعني ايه كنادي؟ الفرقه متعايشه مع بعض. عشان انت عندك 4-5 لعيبه بره، والباقي كله في مستواهم طبعا اعلى، فانت لازم تقرب المستوى، لان لما يحصل تغيير اثناء المباراه ما ينفعش يحصل دروب. ما ينفعش يبقى ناس عالية جدا وينزل بديل يبقى مختلف الناس. ده يعمل لك دروب في الماتشات. لازم البديل يبقى، لو اعتبرنا ان اللعيب اللي بيأدي جوه الملعب 90-95%، التاني ممكن يبقى 90-85%، بحيث انه ينزل اللعيب اللي طلع ياخد نفسه ويرتاح. والتاني ما يحصلش مشكله في المباراه، ما يحصلش خلل في ان انت في الوقت ده ممكن تتغلب 3-4، تبص تلاقي المباراه بتروح منك. صح. بس صح.